بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحام البيت الحرام ينعقد مجلسنا 34 الأسبوعي من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الأربعاء غرة شهر جماد الأولى سنة 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتدارس في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى أحاديث باب الإمامة، وهو سادس أبواب كتاب الصلاة بعون الله تعالى وتوفيقه. وقد تقدم معنا ليلة المجلس الماضي في الأسبوع المنصرم إتمام أحاديث باب الصفوف أو تسوية الصفوف، وكان قبلها أيضاً باب الأذان، وكلما تم لنا باب شرعنا في الذي بعده تباعاً. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ قال رحمه الله: هذا أول أحاديث باب الإمامة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر الوعيد لمن خالف هذا الهدي النبوي، وهو مسابقة الإمام في أفعال الصلاة. الحديث في الصحيحين هنا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند غير في غير الصحيحين مخرج من رواية عدد من الصحابة. روي الحديث عن عائشة وابن عمر وابن عباس وأنس وحذيفة بن اليمان وغيرهم رضي الله عنهم جميعا، كما ذكر ذلك ابن منده في مستخرجه، وهو يدل على تعدد روايات الصحابة رضي الله عنهم لهذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع، هذا منصوصه في الرفع من الركوع والسجود. ووجه الدليل التوعد على الفعل، ولا يكون التوعد إلا عن ممنوع، ويقاس عليه السبق في الخفض كالهوي إلى الركوع والسجود. هذه أول المسائل التي تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى. قال: الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الإمام، وهو الذي يعبر عنه بالفقهاء بقولهم سبق الإمام، فإنهم يذكرون أن للمأموم مع إمامه في الصلاة أحوالاً ثلاثة: أولها المتابعة، وثانيها الموافقة، وثالثها المسابقة. أما المتابعة فواجبة، أن يكون فعله تبعاً لإمامه أي بعده، وهو حديثنا والحديثان الآتيان بعده. وأما المسابقة فحرام، وهو حديث الواجب الآن، الحديث الذي يدل على الوعيد مع ما سيأتي أيضا بعد قليل. فالمتابعة واجبة والمسابقة محرمة، ويبقى بينهما الموافقة، وهو أن يأتي المأموم بأفعال الصلاة موافقا لإمامه، لا يسبقه ولا يتبعه، وقد نص الفقهاء على كراهة هذا، فتوسطوا بين الوجوب والتحريم فقالوا بكراهة موافقة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة. قال المصنف رحمه الله: الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع. ولما نقول تقدم المأموم، فما المراد؟ المسابقة. وماذا يقصد بقوله منع؟
أعم من أن يكون حراما أو مكروها، والمصنف رحمه الله تعمد هذا اللفظ، ما قال الحديث دليل على التحريم. لما؟ لما سيذكره بعد قليل، أن غاية ما في الحديث توعد على الفعل لا لعن ولا تصريح بالتحريم، والتوعد بالعقاب لا يلزم منه إيقاع العقاب، فلهذا تورع رحمه الله عن التصريح بالتحريم. قال المنع، والمنع يصدق على التحريم وعلى الكراهة. قال على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع، هذا منصوصه، منصوص ماذا في الحديث؟ ماذا قال؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام؟ قال نص على الرفع. السؤال، الرفع من ماذا؟ الرفع في موضعين من الصلاة، رفع من الركوع ورفع من السجود، فعلى أي الرفعين نحمل الحديث؟ الحديث لم يبين هذا، لكنه في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا رفع رأسه والإمام ساجد، والروايات يفسر بعضها بعضا، فيحمل على الرفع من السجود. طيب، والرفع من الركوع قياس أو هو مثله، بمعنى أنه مندرج فيه، ولا حاجة أن تعمل القياس الأصولي الذي هو فرع يقاس على أصل في حكم لعلة جامعة. نعم، نحن لا نحتاج إلى القياس، لكن السؤال الآن، سواء كان رفعا من الركوع أو من السجود، هل الوعيد أو النهي عن مسابقة الإمام منحصر في الرفع؟ لا، في كل أفعال الصلاة، بدءا من تكبيرة الإحرام، فهو ممنوع أن يسبق إمامه في التكبير وفي الركوع وفي الرفع وفي السجود وفي الاعتدال والجلسة والتشهد إلى التسليم. طيب، السؤال الآن، إذا كان الحديث نصا فيما يتعلق بالرفع، برفع الرأس، قال رحمه الله أي في الرفع من الركوع والسجود، لأنه قال الذي يرفع رأسه قبل الإمام، فمن أين نأخذ الحكم لبقية الأفعال؟ سيأتيك بعد قليل أن المصنف رحمه الله قال يقاس عليه السبق في الخفض كما هو في الرفع. أي خفض؟ قال كالهوي إلى الركوع والسجود. والحقيقة أن لا نحتاج إلى القياس. لما؟ لأنه جاء التصريح في أحاديث أخر بغير الرفع، وسيأتيكم إن شاء الله تعالى في الباب أيضا حديث البراء، كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا رأسه حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا فنقع سجودا بعده. قد تقول هذا ليس نهيا صريحا. نعم، هو يدل على فعل الصحابة الثابت بإقراره عليه الصلاة والسلام، مع ما جاء أيضا من حديث البزار في رواية أبي هريرة الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان، فنص على الخفض وعلى الرفع. وعند ابن أبي شيبة أيضا من حديث أبي هريرة الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان يخفضها ويرفعها. هذا وإن كان موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه، لكن كما قال الحافظ ابن حجر ومثله لا يقال بالرفع، يعني له حكم، قال ومثله لا يقال بالرأي، يعني له حكم الرفع، فهو موقوف لفظاً مرفوع حكماً. فإذا الروايات الأخرى جعلت سبق الإمام في الرفع كسبقه في الخفض وسائر أفعال الصلاة. ولنا وجه آخر ملمح لطيف أيضا أشار إليه الإمام الباجي رحمه الله، قال الرفع وسيلة للفصل بين الأركان والاعتدال، وقال الخفض وسيلة إلى الركوع والسجود. الرفع وسيلة للفصل والاعتدال، والخفض وسيلة إلى الركوع والسجود، أنت تخفض لتركع وتخفض لتسجد. ثم قال وهما متفق على وجوبهما، ما هما؟ ركوع السجود. قال وإذا دل الحديث على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة لأمر مختلف عليه فأولى أن تجب الموافقة فيما هو وسيلة إلى أمر مجمع عليه. قال المصنف ووجه الدليل التوعد على الفعل، الدليل على المنع
الوعيد المذكور أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله؟ سؤال، قال أما يخشى الذي، هل هذا الوعيد مساو في صيغة الوعيد كمثل ما مر معنا في تسوية الصفوف، عباد الله لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم؟ لا، هو كما يقول لك أليس تخاف أن يقع بك هذا؟ هو تخويف بوقوع الوعيد وليس وعيدا مباشرا. ولهذا قال المصنف الحديث دليل على المنع ولم يصرح بالتحريم. توعد على الفعل، قال ولا يكون التوعد إلا على ممنوع ويقاس عليه السب. ترجم البخاري رحمه الله في الصحيح لهذا الحديث بقوله باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. إذن فالذي يسبق الإمام آثم. طيب هل هو تحريم أو كراهة؟ الأكثر من الفقهاء أنه وعيد يلزم منه التحريم. يقول النووي رحمه الله ظاهره يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لأنه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات. قال ومع القول بالتحريم فالأكثر على أنه يأثم فاعله وتجزئه صلاته. فلو سبق إمامه في شيء من أفعال الصلاة صلاته صحيحة مع الإثم. قال النووي وقال أحمد والظاهرية ويروى عن ابن عمر تبطل صلاته. قال وذلك لأن النهي يقتضي الفساد، وعند أحمد لو صحت صلاته، وعن أحمد لو صحت صلاته لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. لو كانت صلاته صحيحة فلا وجه لتأثيمه. قال لو صحت صلاته لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. فالمقصود أن المصنف رحمه الله لم يجزم بالتحريم بل جعل العبارة مجملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجزم بوقوع الوعيد بل جعله أمرا مخوفا. قالوا ومن شأن المخوف تجويز خلافه، أمر مخوف لكنه قد لا يقع، فبالتالي لا وجه للجزم بالتحريم على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي قوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام ما يدل على أن فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد وليس فيه دليل على وقوعه ولا بد. هذا هو، قال دليل على تعرض الفاعل للوعيد وليس فيه دليل على وقوع ذلك الوعيد ولا بد. أفاد الحديث أن من خالف الإمام بما ذكر فإنه مقتض لوقوع ما توعد به، لكنه قد يتخلف وقوع الوعيد لأسباب أخرى لمانع، يعني قد يستحق العبد الوعيد ولكن لا يقع به. لما؟ لأسباب عدة، والتي تسميها شيخ الإسلام رحمه الله موانع وقوع الوعيد، وذكر منها أسبابا، منها أن تغلب حسناته، ومنها أن يأتي بعمل يكفر به زلته، ومنها عفو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى وغيرها. لكن المصنف رحمه الله سيتعرض أيضا إلى معنى هذا الوعيد، أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. هل هو المعنى الحقيقي بأن تمسخ صورته ووجهه ورأسه إلى حمار؟ طيب السؤال الآن، كم من المأمومين سابقوا الأئمة ولم يحصل هذا الوعيد، ولا رأينا إنسانا بعد صلاته قد تحول رأسه إلى حمار أو صورته إلى صورة حمار، ولم يعلم ولم يعرف ولم يذكر أن هذا وقع؟ فما المقصود؟ نريد أن نفهم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار يقتضي تغيير الصورة الظاهرة، هذا المعنى الحقيقي. نعم. ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي مجازي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام. يعني يجعله الله يجعل صورته أو رأسه رأس حمار مجازا. ما وجه الشبه؟ البلادة التي يوصف بها الحمار، فإنه بالكاد يفهم عن صاحبه لا بالضرب ولا بالإشارة مراد صاحبه من الحركة أو الانتقال.
قالوا فهذا وجه مناسب للوعيد أن يجعل الله رأس من يسابق إمامه في الصلاة رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار، قال إلى معنى مجازي. والمصنف رحمه الله سيرجح هذا المعنى المجازي، ورجحه لأن المعنى الحقيقي غير متحقق في الواقع ولم يوجد له مثال، فتعين في نظره حمل ذلك على المجاز لما ذكره من سبب. ولما الحمار أجلكم الله من بين الحيوانات لهذا المعنى المذكور الذي هو معنى البلادة وتبلد الحس؟ قال أهل العلم ومرد ذلك إلى أنه لا يستفيد المسابق لإمامه من مسابقته شيئا، فإنه لن ينصرف إلا بعد سلام إمامه، فعلام المسابقة في الركوع والسجود والرفع، إذن هي بلادة، بلادة حس وعقل وفهم، ولو كان يعي لانتبه ومحتاج إلى المسابقة، وهو في النهاية ملتزم بسلام إمامه، لن يخرج من صلاته إلا معه وبعده. هذا وجه. ولهذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه في مثل هذا المقام هو يتكلم عن متابعة المأموم للإمام وضرورة التزامه به، فيما ذكر ابن أبي شيبة في المصنف وغيره فيما آثارا عن الصحابة رضي الله عنهم في ذم هذا الصنيع الذي يقع فيه بعض من يسابق إمامه، فقال إنه لا بإمامه اقتدى ولا استطاع، يعني لا هو انفرد بصلاته ولا هو اقتدى بإمامه، فدل هذا على يعني كما قال وقد نظر إلى من سبق إمامه وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، لا أنت انفردت ولا أنت التزمت بإمامك الذي كنت معه. وابن عمر رضي الله عنه ما أثر عنه نحوه أنه كان يأمر بإعادة صلاة المسابق لإمامه، فهو التفات منهم إلى ما تضمنه الحديث من الوعيد. والمقصود يا كرام أن التشبيه بالحمار لهذا المعنى المجازي الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي مجازي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام، وربما رجح هذا المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام، يعني ما كثرة من يسبق إمامه ما وجدنا ولا سمعنا ولا أثر أن الله عز وجل عاقبهم بتحويل صورتهم أو رأسهم أو شكلهم إلى رأس حمار. ونحن قد بينا أن الحديث لا يدل على وقوع ذلك، وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك، وكون فعله صالحاً لأن يقع عنه ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. وأيضاً فالمتوعد به لا يكون موجوداً في الوقت الحاضر، أعني عند الفعل، والجهل موجود عند الفعل، ولست أعني بالجهل هاهنا عدم العلم بالحكم، بل إما هذا وإما أن يكون عبارة عن فعل ما لا يسوغ، وإن كان العلم بالحكم موجودا، لأنه قد يقال في هذا إنه جهل ويقال لفاعله جاهل. الجهل جهلان، عدم العلم بالشيء يسمى جهلا، ومن علم الشيء فتخلف عن العمل به يوصف أيضا بعدم العلم، وعدم العلم يساوي الجهل. وما قال الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا، طب هو قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، لكن علمهم هذا ما أفادهم بشيء، فقال لو كانوا يعلمون إذ هم لا يعلمون، فذلك مساوٍ، فأثبت لهم علما أولا ثم نفاه عنهم لأن علمهم لم يقودهم إلى عمل. فقول المصنف رحمه الله وإما أن يكون عبارة عن فعل ما لا ينبغي وإن كان العلم بالحكم موجودا، إذن كلاهما جاهل، كونه لا يعرف الحكم فهو جاهل، علمه فتخلف عنه ومع ذلك ظل يسابق إمامه في صلاته هو أيضا جاهل. قال رحمه الله الراجح إذن أن قوله أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار على المعنى المجازي. ليش؟ قال لأن التحويل في الصورة الظاهرة يعني حقيقة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام، لكن من أهل العلم من ذكر أن هذا ليس بلازم، يعني الوعيد قائم، فما المانع أن يحمل على الحقيقة؟ فإذا قيل لكن ما رأينا
من حول الله رأسه رأس حمار؟ فيكون الجواب: ومن قال إن الوعيد متحقق في دار الدنيا؟ لما لا يكون أخرويا فيكون متحققا، فيأتي هؤلاء وعقوبة لهم يوم القيامة أن يجعل الله رأس أحدهم رأس حمار. ليس في الحديث تقييد، ما يشير إلى أن العقوبة تقع عند المخالفة. قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه أن يجعل الله، متى؟ يمكن أن يكون في البرزخ ويمكن أن يكون في الآخرة. لماذا نقول بهذا؟ أولا، إبقاء للمعنى الحقيقي لللفظ على معناه الحقيقي، وهو الذي رجحه الصنعاني رحمه الله في استدراكه على الشارح. وثانيا، لأن الحديث في روايات أخرى لم يقيد بالحمار حتى تقول إن المعنى المجازي وهو البلادة هو المناسب لحمله على المجاز، فإنه قد جاء في رواية ابن حبان في صحيح أن يحول الله رأسه رأس كلب، وفي رواية ثالثة رأس شيطان. فإذا هو نوع من الذم والتوبيخ بالتشبيه البشع والقبيح والشنيع. فهذا، فإذا قلت إن الوجه المشترك مع الحمار البلادة، طيب والكلب أو رأس شيطان، فما يتحقق فيه هذا المعنى؟ فإذا إذا قيل هذا يرجح الحقيقة، يقول الصنعاني رحمه الله: ويرجح الحقيقة أيضا إيراد الوعيد باللفظ المستقبلي الدال على تغيير الهيئة الحاصلة. ولو أريد المعنى المجازي لقال: فرأسه رأس حمار، إذا الصفة الحاصلة المذكورة حاصلة قبل الفعل، ولا يقال يخشى إذا فعل ذلك أن يصير بليدا، مع أن فعله ناشئ عن البلادة. فلا تقول يخشى، وما حمله على ذلك إلا ضعف عقل وبلادة. إلى هذا قال رحمه الله: فإنه يرجح أن يكون المعنى حقيقيا والعلم عند الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولست أعني بالجهل هاهنا عدم العلم بالحكم، بل إما هذا وإما أن يكون عبارة عن فعل ما لا يسوغ، وإن كان العلم بالحكم موجودا، لأنه قد يقال في هذا إنه جهل ويقال لفاعله جاهل. والسبب فيه أن الشيء قد ينتفي لانتفاء ثمرته والمقصود منه، فيقال فلان ليس بإنسان إذ لم يفعل الأفعال المناسبة للإنسانية. ولما كان المقصود من العلم العمل به جاز أن يقال لمن لا يعمل بعلمه إنه جاهل غير عالم. طيب، فهو بين أن عدم العلم، عدم العمل بالعلم أيضا يوصف صاحبه بالجهل. يقول ابن الملقن رحمه الله: الحديث دل بمنطوقه على عدم المسابقة، وبمفهومه على جواز المقارنة، اللي قلنا عنها المتابعة باصطلاح الفقهاء أو الموافقة. فمن أين أخذ هذا؟ قال: الحديث دل بمنطوقه على عدم المسابقة، وبمفهومه على جواز المقارنة. إيه، من أين أخذ؟ أما المنطوق على عدم المسابقة فالوعيد: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه أو يجعل صورته، هذا وعيد دل بمنطوقه على منع المسابقة التي قلنا عنها هي التقدم على الإمام. قال: وبمفهومه على جواز المقارنة التي قلنا عنها الموافقة. قال: قبل. طيب، فإن لم يكن قبل فهو إما معه وإما بعده. ولما أخرجنا المسابقة فما بقي إلا الموافقة والمتابعة، فدل على أن كليهما ليس داخلا في الوعيد، وما لم يكن داخلا في الوعيد فهو جائز. فإذا جاءت الأدلة الأخرى على تعيين أحدهما ولا بد، وهي المتابعة كما سيأتينا: إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا إلى آخره، فدل على وجوب المتابعة. فماذا بقي؟ بقيت الموافقة. فعلى ماذا تحمل؟ ليست داخلة في الوعيد وليست داخلة في الإجابة. قال: دل على جوازها. قال: ولا شك فيه لكن يكره. فنص الفقهاء على الكراهة، وليس هناك دليل صريح على كراهة موافقة الإمام، إلا ما سيأتينا في الحديث التالي
الأمر بالمتابع بقول إذا كبر فكبروا، إذا رفع فاركعوا إلى آخره، فلما أمر بالمتابعة تعينت على وجه الوجوب أمرا للشارع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هل هما حديثان أو حديث واحد بروايتين؟ هما حديثان مختلفان في واقعتين مختلفتين. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فلم يربطه بقصة كانت سببا لورود الحديث، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث. وأما حديث عائشة رضي الله عنها ففيها قصة، صلى في بيته وهو شاك من الشكاية، يشكو ماذا؟ يشكو ألما صلى الله عليه وسلم، وذلك كما قال أهل العلم من سقطة عن فرس ركبها بالمدينة فصرعته جذم نخلة، جذم النخلة ما يبقى من أصلها بعد انقطاعها، فسقط فتألم صلى الله عليه وسلم بوقوعه على جذم النخلة فانفكت قدمه، فدخل عليه أصحابه يعودونه في مشربة لعائشة في غير وقت صلاة فريضة ووجدوه يصلي نافلة، فقاموا خلفه، ثم أتوه مرة أخرى فوجدوه يصلي المكتوبة فقاموا خلفه فأشار إليهم فقعدوا، فلما قضى الصلاة قال الحديث: إذا صلى الإمام، أو إذا إلى آخر الحديث، فصلوا جلوسا إلى آخره. والحديث أيضا رواه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه، فهو صريح على أن الصلاة الأولى غير الثانية، وكان سقوطه عليه الصلاة والسلام عن فرس وجحش شقه الأيمن، يعني خدش بجراح بسبب سقطته، فلما خدش وخرج يصلي بهم جالسا عليه الصلاة والسلام فقال الحديث: إنما جعل الإمام. وقيل أيضا إن هذا وقع في شهر ذي الحجة سنة 5 من الهجرة، في شهر ذي الحجة في السنة 5 من الهجرة، وكان قد ركب وأتى الغابة فسقط عن فرسه صلى الله عليه وآله وسلم. ويروى أيضا في بعض طرق البخاري أن ذلك، أن الواقعة كانت أيام إيلائه من أزواجه عليه الصلاة والسلام، وهذا كما يربط في حوادث السيرة سيكون سنة 7 من الهجرة. فإذا كانت رويت في أكثر من رواية وربطت بأكثر من حادثة، في سقوطه عن فرسه مرجعه من الغابة، أو في أيام إيلائه من أزواجه، فيحمل على تعدد الواقعة وأنها ربما وقعت أكثر من مرة له صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله صلى في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف وذكر الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى آخر الحديث. قبل الدخول في كلام المصنف رحمه الله تعالى، قوله في الحديث: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هكذا هو بالرفع على أنه ضمير، أنه تأكيد للضمير في قوله فصلوا، الواو الجماعة مرفوع فيأتي توكيده مرفوعا موافقا له، أو من الضمير المستتر في قوله جلوسا. ويروى أيضا الحديث بالنصب: فصلوا جلوسا أجمعين، فيكون منصوبا على الحال، أو تأكيدا لمنصوب مقدر أعنيكم أجمعين، وقيل هو حقه أن يكون من جهة العربية النصب أولى،
لكن الرواية التي في الصحيحين بالرفع كما أوردها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الكلام على حديث أبي هريرة من وجوه. الأول: اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فمنعها مالك وأبو حنيفة وغيرهما. كيف يعني صلاة مفترض خلف متنفل؟ شخص يصلي فريضة خلف إمام يصلي نافلة، دخلت المسجد وقد تمت الصلاة وانتهت الجماعة، فوجدت أحدهم قام يصلي السنة الراتبة، فدخلت تنوي فرضك خلف صلاته للسنة. الصورة في اختلاف نية المأموم عن إمامه ليست منحصرة بالفرض والنافلة، بل لها ثلاث صور. هذه أولاها، اختلاف النية بين الفرض والنافلة، فأن تكون نية المأموم مخالفة لنية إمامه، ولا فرق أن يكون الإمام يصلي الفريضة أو النافلة والمأموم بالعكس. الصورة الثانية لاختلاف صلاة المأموم عن صلاة إمامه هو صلاة الفريضة خلف فرض آخر، تدخل تصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر، هي أيضا نوع من المخالفة، لأنها أيضا ليست موافقة للإمام في نية صلاته. والصورة الثالثة صورة من يصلي أداء خلف من يصلي قضاء، أو العكس، هو يصلي قضاء وأنت تصلي أداء، أو العكس، فإنها أيضا هي ثلاث صور والكلام عنها واحد. اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، ولك أن تقول ومن يصلي فرضا خلف إمام يصلي فرضا آخر. نعم. فمنعها مالك. قال: فمنعها مالك وأبو حنيفة وغيرهما، واستدل لهم بهذا الحديث، وجعل اختلاف النيات داخلا تحت قوله: فلا تختلفوا عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا، خلاص هذا نهي عام، فلا تختلفوا عليه. في ماذا؟ في الأفعال الظاهرة أو في النية؟ طيب، كن مع سياق الحديث، فسر لا تختلفوا، فماذا قال؟ قال: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هل هذا تفسير لقوله فلا تختلفوا؟ نعم. طيب، هل هو تفسير حصري أو مثالي؟ قال المانعون من صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس، قالوا: إذا كان قد نهى أن يصلي المأموم خلف إمام لمخالفته في أفعال الصلاة في الهيئة، فلا يركع وهذا رافع، ولا يسجد وهذا راكع، إذا نهي عن المخالفة في الأفعال الظاهرة فالنية أولى، لأنها شد تأثيرا في المخالفة، فيكون داخلا تحت قولي فلا تختلفوا عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحديث محمول في هذا المذهب على الاختلاف في الأفعال الظاهرة. الثاني: الفاء. لا، ما انتهينا. لا، اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فمنعها مالك وأبو حنيفة وغيرهما، واستدل لهم بهذا الحديث، وجعل اختلاف النيات داخلا تحت قوله: فلا تختلفوا عليه، وأجاز ذلك الشافعي وغيره. أجازوا ماذا؟ أجازوا صلاة المفترض خلف المتنفل، هذا مذهب الشافعي والأوزاعي وداود الظاهري، وينقل عن الطبري، وهو المشهور عن أحمد، جواز اختلاف نية المأموم عن إمامه في الصلاة مفترض خلف متنفل والعكس. قال: والحديث محمول في هذا المذهب. قال: والحديث محمول في هذا المذهب على الاختلاف في الأفعال الظاهرة. على الاختلاف في الأفعال الظاهرة وليس في النيات. لماذا أخرجوا النيات؟ قالوا: الحديث واضح، قال: فلا تختلفوا عليه، ثم فسر الاختلاف بأفعال الصلاة ولم يدخل فيها النيات، ولو أراد لأدخلها. هذه واحدة. والثانية: قالوا: ثبت في السنة روايات عدة فيها تجويز صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فدخل رجل فقام يصلي الظهر، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ طب هذا الذي سيقوم ويصلي متصدقا عليه، ما صلاته؟ متنفل، وإمامه
مفترض دخل يصلي الفريضة. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها إلى آخر الحديث؟ قال لما سأله أبو ذر ماذا أفعل؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. خرجها مسلم في الصحيح. فيكون هذا نوعا من التخصيص. سأتيك أيضا حديث معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه أو إلى أهله فيصلي بهم تلك الصلاة. كم مرة صلى العشاء؟ إما أن تقول صلى الأولى مع النبي عليه الصلاة والسلام نافلة ثم رجع فصلى إماما فريضة، أو العكس صلى مأموما خلف النبي عليه الصلاة والسلام فريضة ثم رجع إلى إمامه فصلى نافلة. أيا كان الاحتمالين تحققت الصورة. اختلاف نية الإمام عن المأموم محال بل ممنوع شرعا أن يصلي الفرض مرتين، فلم يكن إلا فرضا في أحدهما نافلة في الأخرى. وهذه الأدلة التي ساعدت على القول بالجواز. وفقهيا ستبقى مناقشات واستدلالات غير ما ذكر، لكن هذا هو موضع الشاهد منها في الحديث، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني الفاء في قوله. شوف المصنف ايش يقول. قال: واستدل بهذا الحديث. قال: والحديث محمول في هذا المذهب، يعني المجوزين لاختلاف نية المأموم يعني الإمام، محمول على الاختلاف في الأفعال الظاهرة. قالوا: أما النية مغيبة عنا، ومحال أن يأمرنا الشارع بأن نتابع إمامنا في نية أخفاها الله عنا فلا تختلف عليه. طبعا أمر النية وإن كان غيبا لكنها يمكن أن يستدل عليها. يعني أنت داخل وقت صلاة الظهر ولن يصلي الإمام إلا ظهرا، فإذا كانت نيتك العصر أو العكس فإنها معلومة، ولا تقول هي نية مغيبة. دخلت وقت عصر وأنت مسافر أو نائم فاتتك صلاة الظهر فجئت تصلي بنية الظهر، فلا تقول ما أدري ما نيته، هو إمام المسجد والوقت وقت عصر. وهكذا. فهذه أيضا يمكن أن أذكرها لبيان أن هذا الاستدلال ليس حاسما حتى تقول إن هذا المذهب يرجح على القول الأول الذي حكاه المصنف رحمه الله في مذهب مالك وأبي حنيفة من منع جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني الفاء في قوله فإذا ركع فاركعوا إلى آخره، تدل على أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام، لأن الفاء تقتضي التعقيب، وقد مضى الكلام في المنع من السير. الفاء تقتضي التعقيب، فما الواجب إذن على المأموم؟ المتابعة التي تعني أن يأتي بأفعاله عقب أفعال الإمام. ارجع إلى لفظ الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قالوا هذه الفاء للتعقيب، وإذا كانت للتعقيب فإنها تدل على وجوب المتابعة. أما المسابقة فقد تقدمت في الحديث السابق. ويبقى أن تقول كما يقول الصنعاني رحمه الله: هذا متعقب بأن الفاء التي تدل على التعقيب فاء العطف وليست هذه الفاء. تقول: دخل محمد فعلي، الفاء العاطفة التي تدل على الترتيب. طيب ما هذه الفاء؟ هذه فاء الربط التي تقع جوابا للشرط. أقول لك: إذا حضرت البيت فأتني، هذه فاء الربط بين فعل الشرط وجوابه. أقول مثلا: إذا وصلت فادخل، أنا لا أرتب الدخول على الوصول لكنه ترتيب السببية والشرطية وليست للتعقيب. فلا تقتضي ما ذكر من تأخر أفعال المأموم إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء. لكن الاستدلال الأقوى تدري ما هو؟ هو الروايات الأخرى للحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. رواية أبي داود للحديث قال: ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد. هذه لا تحتمل شيئا آخر. صريح في أن المأموم منهي أن يأتي بالأفعال حتى يفعل الإمام. ما
قال لا تكبروا حتى يكبر، ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد، قال وإذا رفع فارفعوا، إلى آخر الحديث. فرواية أبي داود رحمه الله تعالى للحديث هي التي تقتضي وجوب المتابعة. نعم. وقال الفقهاء، قال الفقهاء المساواة في هذه الأشياء مكروهة. وتبين لك ما وجه الكراهة، بل يقول الصنعاني ظاهر رواية أبي داود لا تركع حتى يركع لا تكبر حتى، قال ظاهره في الزيادة قاضية بالتحريم للمساواة، لأنه حصر الوجوب والأمر في شيء واحد وهو المتابعة، فدل على أن ما عدا المتابعة ممنوع سواء كان مسابقة أو موافقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالث قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يستدل به من يقول إن التسميع مختص بالإمام، فإن قوله ربنا ولك الحمد مختص بالمأموم، وهو اختيار مالك رحمه الله. وهذا ظاهر الحديث، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، فإذا ظاهر الحديث أن الإمام مختص بالتسميع والمأموم مختص بالتحميد، ولا يتحقق لأحدهما ما على الآخر، فلا الإمام يحمد ولا المأموم يسمع. وللفقهاء في هذا مذاهب، قال رحمه الله وهو اختيار مالك وأبي حنيفة وابن المنذر، واستدل به أيضا في مذهب أحمد لظاهر الحديث في الرواية. قال ابن عبد البر رحمه الله لا أعلم خلافا أن المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، المنفرد يأتي بالاثنين تسميع وتحميد، قال وإنما اختلفوا في الإمام والمأموم. فقال الشافعي يقول المأموم أيضا سمع الله لمن حمده، حتى وأنت مأموم قال إمامك سمع الله لمن حمده، ترفع فتقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فجمع الشافعي للإمام وللمأموم التسميع والتحميد لكليهما، قال والحديث غاية ما فيه إذا سمعت أيها المأموم إمامك يقول سمع الله لمن حمده فعليك بالتحميد، لكن كما أمرك بموافقة الإمام في أفعاله كلها فما وجب عليه وجب عليه، أما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فما يفعله عليك أن تفعله، لكن الحديث يريد أن يعلمك أنك لا تفعل إلا بعده. وأما الإمام فهو كذلك، فقولوا ربنا ولك الحمد مثل قوله فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يعني حتى الإمام داخل فيه. فاستدل بهذا الشافعي، فإذا كان مذهب مالك وأبي حنيفة على أنه ينفرد الإمام بالتسميع والمأموم بالتحميد، ومذهب الشافعي التسوية بين الإمام والمأموم في كليهما، فإنه من الفقهاء من قال إن التسميع والتحميد للإمام واجبين من واجبات الصلاة، أما المأموم فينفرد بالتحميد فقط عملا بظاهر الحديث. قال ابن عبد البر وإنما اختلفوا في الإمام والمأموم، فقال الشافعي يقول المأموم أيضا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كما يقول الإمام والمنفرد، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابع اختلفوا في إثبات الواو وإسقاطها من قوله ولك الحمد بحسب اختلاف الروايات. نعم. حتى الخلاف السابق ذكره أن الإمام يسمع ويحمد يجمع بينهما، لأن الحديث لم يدل على منع الإمام من قول ربنا ولك الحمد، ولما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بينهما كما أخرج البخاري وترجم له رحمه الله في باب ما يقول عند رفع رأسه من الركوع، وكذا مسلم في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله اختلفوا في إثبات الواو وإسقاطها من قوله ولك الحمد بحسب اختلاف الروايات، وهذا اختلاف في الاختيار لا في الجواز، ويرجح إثباتها بأنه يدل على زيادة في المعنى، لأنه يكون التقدير ربنا استجب لنا أو ما قارب ذلك ولك الحمد، فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء ومعنى الخبر، وإذا قيل بإسقاط الواو دل على أحد هذين. ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد،
صيغتان صحيحتان ثابتتان في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموع الروايات، وصيغة ثالثة بزيادة اللهم ربنا لك الحمد، ورابعة مثلها بالواو، تتحقق أربعة، ثنتان بالواو ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد، وثنتان مثلها مع زيادة اللهم. رجح ابن القيم رحمه الله أن الثلاثة الأولى صحيحة ثابتة من حيث الرواية، وأن الممتنع الجمع بين اللهم والواو. وصحح الألباني رحمه الله في صفة الصلاة الصيغة الأربعة. فالمسألة اجتهاد في جمع الروايات، لكنهم يتكلمون عن المعنى. ما الفرق بين ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد؟ فإذا قلت ربنا لك الحمد فهي جملة واحدة، وإذا قلت ربنا ولك الحمد فجملتان. ما معناها؟ سمع الله لمن حمده بمعنى أجاب الله من يحمده في هذا الركن من الصلاة، فتقول ربنا هو دعاء يقول إمامك استجاب الله لمن يحمده، فأنت تقول ربنا يعني استجب، ولك الحمد فأنت مضمن للجملة بين دعاء وخبر. وإذا قلت ربنا لك الحمد فأنت تقول طالما هو موضع يجيب الله فيه من يحمده فأنا أحمده ربنا لك الحمد. قال رحمه الله لأن إثبات الواو فيه دليل على زيادة المعنى، فيكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد، فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء ومعنى الخبر، وإذا قيل بإسقاط الواو دل على أحدهما. يقول النووي رحمه الله لا ترجيح لأحدهما على الآخر لثبوتهما، يعني من حيث الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامس قوله وإذا صلى جلوس وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، أخذ به قوم فأجازوا الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة مع قدرة المأمومين على القيام، وكأنهم جعلوا متابعة الإمام عذرا في إسقاط القيام. طيب، هذه المسألة من مهمات هذا الحديث ومن القضايا الفقهية المهمة من مسائل الصلاة، وهي صلاة المأموم خلف الإمام الذي يصلي قاعدا. لما؟ لأنه يتجاذبها حكمان شرعيان، أولهما الوجوب، وجوب القيام مع القدرة في الصلاة، هذا أصل، فمن قدر على القيام وجب أن يقوم. وثانيهما هذا الحديث، وقد سمعت الروايات، صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وهو شاك فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا في الصلاة، فلما انتهت الصلاة علمهم، ثم قال صراحة وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. كان يمكن أن تقول إنه يتعين على المأموم إذا صلى إمامه قاعدا أن يصلي خلفه قاعدا، لكن الفقهاء اختلفوا في المسألة، ومرد الاختلاف إلى الأصل السابق ذكره مع حديث آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بهم قبل مماته، فإنه خرج إليهم وأبو بكر إمامهم يصلي بهم، فنشط عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه، والقصة خرج محمولا على رجلين، أحدهما ابن العباس رضي الله عنه، فلما تقدم إلى الصف كان عن يسار أبي بكر فصلى عليه الصلاة والسلام، فمن قائل إنه صلى مأموما وظل أبو بكر إماما، لأنه لما هم أبو بكر بالتأخر أشار إليه أن يبقى مكانك فبقي وأتم صلاته، ومن قائل بل إنه أضحى إماما وأبو بكر يأتم به والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه. فهذا الذي رجحه الكافة، قالوا إذن طالما صلى عليه الصلاة والسلام إماما وهو جالس وأبو بكر والناس في المسجد قيام وهذا آخر الأمرين، دل على أنه ناسخ لقوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، لأنه آخر الأمرين بل هي آخر صلاة صلاها بهم عليه الصلاة والسلام. فلو كان هذا مخالفا لنبه ولدل ولتكلم. فهذه مسألتنا الآن. قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أخذ به قوم فأجازوا الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة، ضرورة من؟ الإمام، مع قدرة المأمومين على القيام، مع كونهم قادرين لكن يلزمهم الجلوس متابعة
بإمامهم، قال وكأنهم جعلوا متابعة الإمام عذرا في إسقاط القيام، يعني هو أقوى من الأمر بالقيام. هذا الذي قال أخذ به قوم هو مذهب جلة من الصحابة والتابعين، هو مذهب مالك وأحمد في أحد الأقوال وإسحاق بن راهوية، هي طريقة البخاري في الصحيح، وهو اختيار المروزي بن نصر ومحمد بن خزيمة. الصحابة منهم جابر وأبو هريرة وأسيد بن حضير، من التابعين جابر بن زيد الأوزاعي وأبو الشعثاء رضي الله عنهم جميعا. فلما قالوا بهذا أخذوا بظاهر الحديث وأبقوه على ظاهر دلالته، وسيواصل المصنف ذكر تقرير هذا فقهيا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومنعه أكثر الفقهاء المشهورين. منعوا ماذا؟ من جلوس المأموم خلف إمامه الجالس، إذن يلزمه أن يتم قائما. طيب هؤلاء يحتاجون إلى الجواب عن هذا الحديث، ليس كذلك؟ من المانعون؟ المانعون قال أكثر الفقهاء المشهورين، يذكر هذا عن أبي حنيفة وعن الثوري وعن أبي ثور، وهي إحدى روايتي مالك في مذهبه، وحتى الإمام أحمد رحمه الله في الرواية المعتمدة في المذهب ليست على إطلاقها. فكل هؤلاء يحتاجون إلى الجواب عن الحديث، الحديث واضح، وإذا صلى جالساً صلوا جلوساً، بل لما وقفوا أشار إليهم أن يجلسوا. نعم، والمانعون قال والمانعون اختلفوا في الجواب عن هذا الحديث على طرق. مانعون من ماذا؟ من صلاة المأموم قاعداً خلف إمامه القاعد. قال الطريق الأول ادعاء كونه منسوخاً وناسخه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته قاعداً وهم قيام، وأبو بكر قائم يعلمهم بأفعال صلاته. هذه الصلاة الأخيرة قيل هي الظهر وقيل الصبح وقيل المغرب، وأرجح الأقوال أنها صلاة الظهر، وهي التي نص عليها البخاري في الصحيح. نعم، وهذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام، وأن أبا بكر كان مأموماً في تلك الصلاة، وقد وقع في ذلك خلاف، وموضع الترجيح هو الكلام على ذلك الحديث. لأنه الخلاف هل صلى إلى جنب أبي بكر عن يمينه أو عن يساره، لكن الصحيح من مجموع الروايات وبالذات التي في الصحيحين قال يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. حديث عائشة في حديث صفة مرض موته صلى الله عليه وسلم، لما وجد خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه ألا يتأخر، قال أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر يصلي بالناس قائما الحديث. فاختلف الناظرون هل الجلوس النبي عليه الصلاة والسلام كان مأموما والإمام أبو بكر، وهذا أيضا فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم، هذه إحدى الروايات في البخاري، إذن هو مؤتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من يقول بل ظل أبو بكر إماما، وهذا قاله ربيعة، فلما ظل إماما لا دلالة في الحديث على أنهم صلوا جلوسا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما كان الإمام أبو بكر رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال القاضي عياض قالوا ثم نسخت إمامة القاعد جملة بقوله لا يؤمن أحد بعدي جالسا، وبفعل الخلفاء بعده، وأنه لم يؤم أحد منهم جالسا وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده وتقوي لنا هذا الحديث. هذا جواب ساقه القاضي عياض رحمه الله للمانعين من صلاة المأموم جالسا خلف إمامه الجالس، لكنه جواب ضعيف ضعفه المصنف وسيذكر ضعفه. قال الحديث لا يصح لا يؤمن أحد بعد جالسا، وكون الصحابة والخلفاء لم يصلي أحد منهم جالسا فلا يلزم من عدم فعلهم عدم جوازه، بل عدم حاجتهم إلى فعله فما احتاجوا إليه، فلا تستدل بعدم الوقوع على عدم الجواز. أمر آخر، يعني الذي ذهب إلى جواز صلاة المأموم جالسا خلف إمامه عمدته حديث الصحيحين، وهو نص صريح وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ابن حبان رحمه الله في الصحيح أبى القول بنسخ الحديث، القول بالنسخ دعوة، وبسط هذا في الصحيح
وقال إن الحديث محكم، ثم قال: هو عندي ضرب من إجماع الصحابة على أن صلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا من طاعة الله، وأن عليهم ذلك. قل هذا هو الواجب. فهذا القول هو يعني الأحظ بالعمل بالحديث وإجرائه على ظاهره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأقول هذا ضعيف، أما الحديث في لا يؤمن أحد بعدي جالسا فحديث رواه الدارقطني عن جابر بن يزيد الجعفي بضم الجين وسكون العين عن الشعبي بفتح الشين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد بعدي جالسا، وهذا مرسل. وجابر بن يزيد قالوا فيه متروك، ورواه مجالد عن الشعبي، وقد استضعف مجالد. الحديث لا يصح، حديث ضعيف لضعف جابر الجعفي، بالقي قالوا فيه متروك مع إرسال الحديث. والضعف الثاني أن مجالدا أيضا الراوي للحديث في طريق الآخر عن الشعبي هو أيضا ضعيف. نعم. وأما الاستدلال بترك الخلفاء الإمامة عن قعود فأضعف، فإن ترك الشيء لا يدل على تحريمه، فلعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين، وإن كان الاتفاق قد حصل على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة وأن الأولى تركها، فذلك كاف في بيان سبب تركهم الإمامة من قعود. وقولهم إنه يشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده ليس كذلك، لما بيناه من أن الترك للفعل لا يدل على تحريمه. هذا أول الإجابات، أن الحديث منسوخ، لكنها دعوى نسخ لا تقوم على دليل قوي يمكن الاستناد إليه. طيب، هل يقال مجرد التأخر، اختلاف التاريخ، حديث صلاة مرض موته متأخر عن هذا، فهذا يدل على النسخ؟ لا، مجرد الاختلاف بين حديثين أو روايتين مع تأخر إحداهما لا تلزم القول بالنسخ، إلا عند تعذر الجمع بين الدليلين أو الترجيح من كل وجه فالقول بالنسخ متعين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الطريق الثاني في الجواب عن هذا الحديث للمانعين ادعاء أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ أنه الوحيد من بين أئمة الصلوات الذي يصلي جالسا والناس خلفه تبع له، ما غيره من الآئمة فيصلي جالسا إن كان معذورا، والمأمومون يصلون قياما، ادعاء الخصوصية. وقد عرف أن الأصل عدمه حتى يدل عليه دليل. هذا من أضعف الإجابات عند الفقهاء، كلما أشكل عليهم تعارض حديث قولي مع فعلي قالوا هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ثم رآه ابن عمر يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يقول هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. ما لم يقم دليل على الخصوصية فالأصل في أفعاله تأسي الأمة به. ادعاء الخصوصية هو الذي يحتاج إلى دليل. خص بنكاح ما زاد على 4 صلى الله عليه وسلم، خص بوجوب بعض الأفعال في حقه، ما اختص به من أحكام لا بد لها من دليل، فإن لم يكن فالأصل في أفعاله التشريع عليه الصلاة والسلام. بل هنا دل الدليل على ضد ذلك، ليس على الخصوصية. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ويؤصل حكما للأمة، أن كل إمام ينبغي أن يكون كذلك، فعمم الحكم، فمن أين تأتي دعوى الخصوصية؟ نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الطريق الثالث التأويل، بأن يحمل قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا على أنه إذا كان في حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفوه بالقيام، وكذلك إذا صلى قائما فصلوا قياما، أي إذا كان في حال القيام فقوموا ولا إذا صلى جالسا، ترى إذا كان جالس فاجلس، وإذا ركع فاركع، وإذا سجد فاسجد. فمعناه إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، يعني ترى إذا كان في وقت الجلوس فكن وراءه جالسا لا تقف، وإذا كان راكعا فكن خلفه راكعا لا تسجد. فعطلوا الجملة عن معناها. الحديث يقول إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، ثم يقول وإذا صلى، ما قال إذا جلس فاجلسوا، قال إذا صلى جالسا. إيش معناها؟
نعم أنها هيئة صفة صلاته الجلوس، وليس معناها الجلوس بين السجدتين أو الجلوس للتشهد، ولهذا قال وهذا بعيد. نعم قال وهذا بعيد. قال الطريق الثالث التأويل بأن يحمل قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا على أنه إذا كان في حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفوه بالقيام، وكذلك إذا صلى قائما فصلوا قياما أي إذا كان في حالة القيام فقوموا ولا تخالفوه بالقعود، وكذلك في قوله إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وهذا بعيد. وقد ورد في بعض الأحاديث وطرقها ما ينفيه، مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الآتي أنه أشار إليهم أن اجلسوا، ومنه تعليل ذلك بموافقة الأعاجم في القيام على ملوكهم، وسياق الحديث في الجملة يمنع من سبق الفهم إلى هذا التأويل. هذا ثالث الإجابات وهو أضعفها، التأويل، وكما قال هنا تعليل ذلك بموافقة الأعاجم في القيام على ملوكهم، يشير إلى حديث جابر عند ابن حبان اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، قال فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فلما سلم قال إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم فلا تفعلوا. ماذا تفعل فارس والروم؟ تقف على رؤوس ملوكها وهم جلوس يقفون، فهذا هو المنهي، وليس المقصود إذا جلس في التشهد فاجلس وإذا جلس بين السجدتين فاجلس، ليس هذا هو المعنى. قال وسياق الحديث في الجملة يمنع من سبق الفهم إلى هذا التأويل، لأنه إنما يدل على الأفعال التي ينبغي أن يتابع المأموم فيها إمامه، ولهذا فإن من لا يرى جواز صلاة المأموم جالسا خلف إمامه الجالس فيه تكلف في رد حديث الباب، ولهذا قال ابن العربي المالكي رحمه الله ومذهب مالك لا يرى جواز صلاة القاعد إلا قائما خلف إمامه، ولا يجوزونه، ممن يعني أجابوا عن حديث الباب. قال ولا دليل لأصحابنا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم يخلص عند السبك، قال واتباع السنة أولى. فعدد من العلماء رجحوا أن دلالة الحديث كما يقول ابن حبان رحمه الله هو عندي ضرب من إجماع الصحابة، أن صلاة المأمومين قعوداً إذا صلى بهم إمامهم قاعداً من طاعة الله، وأن عليهم ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والكلام على حديث عائشة مثل الكلام على حديث أبي هريرة، وما فيه من الزيادة قد حصل التنبيه عليه، الذي هو وجوب المتابعة إذا كبر فكبر وإذا ركع إلى آخره. طيب لم يذكر في الحديث وإذا سلم فسلموا، صح؟ ذكر التكبير والركوع والرفع والسجود وإذا صلى جالسا فصلوا، ليش ما ذكر وإذا سلم فسلم؟ طيب هو فعل من أفعالها، يعني المأموم يسبق إمامه، قال ابن ملقن رحمه الله لم يذكر في الحديث وإذا سلم فسلموا، قال لأنه والله أعلم لا يلزم المتابعة فيه على الفور، فإن له أن يطول التشهد والدعاء بعده، ولأنه مندرج في عموم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. يبقى أن مسألة جواز صلاة القاعد خلف الإمام القاعدي أيضا فيه عند أحمد رحمه الله في مذهبه الجمع بين الحديثين، لا القول بالنسخ ولا ادعاء يعني المنع المطلق، لكنه فصل بين إمام يبتدئ صلاته قاعدا فيلزم من المأموم أن يصلي قاعدا خلفه كحديث أبي هريرة وعائشة، وبين إمام يبتدئ صلاته قائما ثم يعتل فيجلس فيتم المأموم خلفه الصلاة قائما، وحمل عليه حديث صلاته مع أبي بكر رضي الله عنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام جمعا بين الحديثين، وقوى الإمام ابن حجر هذا الجمع،
قال الحافظ ابن حجر: وجمع بعضهم بين القضيتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب، وتقرير قيامهم خلفه يعني في آخر صلاة كان لبيان الجواز. يقول: فمن أم قاعدا خير من خلفه بين القيام والقعود، والقعود أولى لثبوت الأمر بالاتمام والاتباع وكثرة الأحاديث الواردة في ذلك، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. عبد الله بن يزيد الخطمي مفتوح الخاء ساكن الطاء، من بني خطمة، وخطمة من الأوس، كان أميرا على الكوفة. والذي رأى ابن يزيد صحابي ابن صحابي. أما أبوه يزيد بن حصن الخطمي نسبة إلى خطم بن جشم بن مالك بن الأوس، أنصاري أوسي. أبوه شهد أحدا وما بعدها ومات قبل فتح مكة. وابنه عبد الله الراوي هنا في الحديث صحابي صغير ابن صحابي، وهو الذي يروي الحديث ها هنا. قال رحمه الله: قال ابن عبد البر: شهد الحديبية وهو ابن 17 سنة، والحديبية سنة 6 من الهجرة، فإذا كان سنه 17 فدل على أنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان للتو في 20 من عمره. شهد صفين والجمل والنهروان مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وكان أميرا على الكوفة في عهد ابن الزبير، ومات كذلك في زمن ابن الزبير رضي الله عنهم جميعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذي روى عنه هذا الحديث أبو إسحاق. أبو إسحاق السبيعي الإمام المحدث التابعي الجليل. نعم. قال: وقوله وهو غير كذوب حمله بعضهم على أنه كلام أبي إسحاق في وصف عبد الله بن يزيد، لا كلام عبد الله بن يزيد في وصف البراء بن عازب. طيب، تأمل معي الرواية لو كانت هكذا: عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري قال: حدثني البراء وهو غير كذوب. من اللي يقول وهو غير كذوب؟ طيب، إما أن تقول إن القائل هو أبو إسحاق السبيعي، ويقصد بقوله وهو غير كذوب من؟ يقصد عبد الله بن يزيد الخطمي. وإما أن تقول إن القائل وهو غير كذوب عبد الله بن يزيد الخطمي، يقصد من؟ يقصد البراء. اختلف المحدثون من القائل وهو غير كذوب. ظاهر الحديث على ماذا يدل؟ على أن القائل هو عبد الله بن يزيد يصف به البراء، لكنهم استبعدوا هذا المحمل لسبب أن البراء صحابي، والصحابي ما يحتاج أن تزكيه بقولك وهو غير كذوب، فرجحوا أن يكون الحمل على كلام أبي إسحاق السبيعي واصفا به من؟ عبد الله بن يزيد. لكن هذا المحمل لا ينجيهم، فإن عبد الله بن يزيد صحابي أيضا، فإذا أردت استبعاد ذلك عن البراء فهو وارد مثله أيضا على عبد الله بن يزيد، لكنه ذكر اختلاف المحدثين. نعم. هذا كما تقدم في الدرس الماضي حديث أنس أن جدته مليكة، قلنا راوي الحديث عن أنس من هو؟ ابن أخيه إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، فهو في الصحيحين عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة أن جدته مليكة دعت، فجدة إسحاق أو جدة أنس، وهناك قلنا يتقلص أثر الخلاف لأن الجدة مليكة واحدة، هي جدة لهذا ولذاك، لكن المعنى هنا يختلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذي ذكره المصنف يقتضي أنه كلام عبد الله بن يزيد في وصف البراء بن عازب، ولو كان ذكر أبا إسحاق لكان أحسن أو متعينا لاحتمال الكلام الوجهين معا. وأما على ما ذكره فلا يحتمل إلا أحدهما وهو البراء. والذين حملوا الكلام على الوجه الأول قصدوا تنزيه البراء عن مثل هذه التزكية لأنه في مقام الصحبة،
وكذا نقل عن يحيى بن معين أنه قال يعني أبا إسحاق إن عبد الله بن يزيد غير كذوب ولا يقال للبراء إن إنه غير كذوب. يقول يحيى بن معين البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكية ولا يحسن فيه هذا القول، لكن النووي لما نقل هذا عن يحيى بن معين قال هذا خطأ، والصواب عند العلماء أن القائل وهو غير كذوب عبد الله بن يزيد في حق البراء. قال ومعناه تقوية الحديث وتفخيمه وتعظيمه في النفس لا تزكية البراء. قال حدثني البراء وهو غير كذوب. اسمع ايش يقول النووي، قال ونظيره قول ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قال وأيضا فعبد الله بن يزيد صحابي، فالمحذور الذي تخيله ابن معين في البراء مانعا موجود فيه أيضا. وعلى كل حال فهو خلاف بين المحدثين، أشار المصنف رحمه الله إلى طرف منه، وبعض المتأخرين لم يرتضي هذا التقرير النووي وقال شتان بين قولك غير كذوب وبين قول ابن مسعود وهو الصادق المصدوق. نفي الكذب ليس مثل إثبات الصدق. قال والسامع في الجملتين يدرك الفرق تماما، فلا تسوي بين هذه الصيغة وتلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإذا قصدوا ذلك فعبد الله بن يزيد أيضا قد شهد الحديبية وهو ابن تسع عشرة سنة سبع عشرة سنة. يعني المحذور الذي فروا منه في نفي هذه الجملة عن البراء متحقق أيضا. هذا إنما يتم على من أثبت صحبة عبد الله بن يزيد الخطمي كالبخاري، لا على من نفاها كابن معين ومصعب بن الزبير وتوقف بعضهم كالإمام أحمد وأبي داود، فإذن مختلف في صحبته، فيتم هذا على من يثبت صحبته. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ورد هذا بعضهم برواية شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب يقول حدثنا البراء وكان غير كذوب، وإن كان هذا محتملا أيضا. يعني هذا ربما كان أظهر في أن القائل هو أبو إسحاق، لكنه أيضا محتمل لما تقدم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والحديث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين أخذ هذا؟ نعم، قال لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا. نعم. قال والحديث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه لا حين يشرع في الهوي إليه، وفي ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ الحديث الآخر يدل على ذلك، أعني قوله فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فإنه يقتضي تقدم ما يسمى ركوعا وسجودا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. سؤالا قبل أن ندخل في شرح الشارح رحمه الله، إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا شرطية صح؟ طيب ودلالتها إذا لم يؤمن فلا تؤمنوا. طيب الحديث دل على المتابعة أيضا، أنه لا يقع تأمين المأموم إلا بعد تأمين الإمام. طيب هل المطلوب في التأمين موافقة الإمام أو متابعته؟ طيب هو يقول إذا أمن فأمن، لا واحدة يعني ليش ما تقولون في هذا مثل وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد؟ هناك قلتم بعدما يسجد أسجد، بعدما يركع اركع. طب هنا بعدما يؤمن يعني انتظر، إذا قال هو آمين تقولوا أنتم آمين. طيب هو لو قال إذا أمن الإمام فأمنوا لكان واجبا أن نفعل فيه مثل ما فعلنا إذا ركع فاركعوا وإذا كبر فكبروا للتعقيب، لا تفعل حتى يفعل، مع أننا قلنا إن الفاء هنا للربط بين السبب والشرط وليس للتعقيب، لأن ليست فاء عاطفة
وأن الذي حملنا أو حمل الفقهاء على القول بالترتيب والتعقيب هي الرواية الأخرى: لا تكبروا حتى يكبر، لا ترفعوا حتى يرفع، لا تسجدوا حتى يسجد، إلى ما في رواية أبي داود رحمه الله. فإذا جئت هنا، فإذا قال إذا أمن الإمام فأمنوا لكان هذا كافيا، لكنه لما قال فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، دل على معنى فيه وعد وجزاء وثواب لا تتحقق إلا بالاجتماع والموافقة. فعندئذ انتقل المعنى إلى أن نحمل قوله إذا أمن على معنى، لا إيش يعني إذا أمن؟ إذا فرغ من التأمين، إذا أمن إذا ابتدأ أو إذا أراد؟ طيب، هو أحد معنيين، إما أنه إذا بلغ موضع التأمين أو إذا أراد، كمثل قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا أردتم، فإذا قرأت القرآن إذا أردت، وسيأتيك في كلام المصنف. السؤال الثاني قال فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، كيف تجمعه؟ يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، ثم يعطيك وعدا وجزاء على شيء آخر، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، يقول لك تابع الإمام لكن ترى اللي يوافق الملائكة له كذا وكذا. هل تؤمن الملائكة معنا في الصلوات؟ هل تؤمن الملائكة؟ نعم. هل نقول هذا تقديرا؟ لابد أن تقدر، لكنها صريحة رواية الإمام مسلم في كتاب الدعوات، قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق. فهذا هو الذي يحملك على فهم سياق الحديث، فالملائكة تؤمن، وسيأتيك في كلام الشارح ما المقصود بالملائكة هنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث يدل على أن الإمام يؤمن، وهو اختيار الشافعي وغيره. طيب من فين هنا فهمنا أن الإمام يؤمن؟ لا، من أين أخذنا من الحديث أن الإمام يؤمن؟ هو يقول إذا أمن، والشرط لا يدل على الوقوع. أقول لك إذا وصلت مكة استضفتك، هذا يعني أنك جئت مكة؟ لا، الشرطية لا تدل على الوقوع. ولهذا فإن الاستدلال بلفظ الحديث على إثبات مشروعية التأمين للإمام غير ظاهر. وقال إذا أمن، فأسلوب الشرط لا يلزم منه وقوع المشروط، إلا إذا قلنا إن إذا هنا تدل على تحقق الوقوع. نعم، ولهذا وقع الخلاف في المسألة. قال الحديث يدل على أن الإمام يؤمن، وهو اختيار الشافعي وغيره، واختيار مالك أن التأمين للمأمومين، وهذا ظاهر الحديث. قال إذا أمن الإمام فأمنوا، الحديث لا يدل على تأمين الإمام، شرط طبعا الكلام كله على الصلاة الجهرية أو الجهر بالتأمين. قال اختيار مالك أن التأمين للمأموم، وأن الإمام يقول يقرأ الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول المأموم آمين، فالتأمين للمأموم. طيب فماذا يحمل عليه الحديث إذا أمن؟ إذا بلغ موضع التأمين. واستدل لذلك بشيئين: الأول رواية البخاري إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فحمل قوله إذا أمن على معنى إذا بلغ موضع التأمين وهو آخر الفاتحة. ليش؟ حمل هذا على أن المعنى هنا هو المقصود، وأن الإمام يفعل شيئا والمأموم مطالب بشيء مترتب على فعله. ورد وأجيب أيضا بأنه يعني ربما رجح هذا كما يقول القاضي عياض بعمل أهل المدينة، فاستدل لهذا مع ذلك وتأول الحديث على هذا المعنى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولعله يؤخذ منه جهر الإمام بالتأمين، فإنه علق تأمينهم بتأمينه، فلا بد أن يكونوا عالمين به وذلك بالسماع. قال ولعله، يعني لم يجعل هنا الدلالة صريحة. يعني شوف الآن فرغنا من مسألة هل الحديث ظاهر في الدلالة على تأمين الإمام
له دلالة لكن ليست بالقوية والواضحة. إذا أمن وقال مالك لا يدل على تأمين الإمام وفهمت هذا. طيب المسألة الثانية، هل يدل الحديث على جهر الإمام بالتأمين؟ قالوا نعم. من أين أخذوه؟ أي قال إذا أمن فأمنوا، ولا يمكن للمأموم أن يعرف تأمين الإمام إلا بسماعه، إذن يجهر به، فربطوا هذه بتلك. لكن المصنف قال لعله يؤخذ منه، قال فإنه علق تأمينهم بتأمينه، فلا بد أن يكونوا عالمين به وذلك بالسماع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والذين قالوا لا يؤمن الإمام أول قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام على بلوغه موضع التأمين وهو خاتمة الفاتحة، كما يقال أنجد إذا بلغ نجدا، وأتهم إذا بلغ تهامه، وأحرم إذا بلغ الحرم، وهذا مجاز. فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر هذا الحديث وهو قوله إذا أمن فإنه حقيقة في التأمين، قال فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر هذا الحديث وهو قوله إذا أمن فإنه حقيقة في التأمين عمل به، وإلا فالأصل عدم المجاز. ولعل مالكا اعتمد على عمل أهل المدينة إن كان لهم في ذلك عمل، ورجح به مذهبه. قلت لك وتأول إذا أمن على معنى إذا بلغ موضع التأمين، واستدل برواية أبي صالح عن أبي هريرة عند البخاري إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فرد الجمهور بأن هذه الرواية أيضا ليست صريحة، لأن حديث معمر عن ابن شهاب وهو أيضا عند النسائي وابن خزيمة وابن حبان إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين، فهذا أصرح في أن الإمام أيضا يؤمن. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولعل مالك اعتمد على عمل أهل المدينة إن كان لهم في ذلك عمل، ورجح به مذهبه. وأما دلالة الحديث على الجهر بالتأمين فأضعف من دلالته على نفس التأمين قليلا، لأنه قد يدل على تأمين الإمام من غير جهر. فكيف طيب يعرفون تأمين الإمام إذا كان لا يجهر وهو مذهب الحنفية؟ قالوا إذا بلغ، إذا أمن بمعنى إذا بلغ موضع التأمين، خلاص أنت تعرف إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهذا موضع تأمينه، فلا دلالة فيه على الجهر. لكنه يستدل أو استدل الجمهور بكذا من الأدلة، وخصوصا من واقع فعل الصحابة رضي الله عنهم في حكايتهم بالجهر بالتأمين، وفيه عدة أدلة ذكرها الفقهاء في مذهب الجمهور بتصريح الصحابة، كمثل حديث أبي هريرة إذا قال ولا الضالين قال آمين، وفي بعض روايات الحديث عند أبي داود حتى يسمع من يليه من الصف الأول، وفي حديث وائل بن حجر كذلك، وأثار الصحابة كحديث عبد الله بن الزبير في مكة وأنها كانت تضج بتأمين المأمومين مع الإمام في الصلاة، فكل هذا مما استدل به على الجهر بالتأمين وليس الحديث وحده. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وموافقة تأمين الإمام لتأمين الملائكة ظاهرة الموافقة في الزمان، وموافقة تأمين الإمام لتأمين الملائكة ظاهره الموافقة في الزمان، ويقويه الحديث الآخر. ما معنى فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة؟ الموافقة في التوقيت أو في الصفة؟ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، نحن لا نعلم متى ستؤمن الملائكة ونريد أن نوافقها لنصيب الأجر غفر له ما تقدم من ذنبه، أو هو التوقيت في الصفة؟ إيش الصفة؟ يعني صفة تأمين الملائكة في الإخلاص وأنها تؤمن على الدعاء طمعا في رحمة الله ونحو ذلك. نعم وموافقة التأمين لتأمين الملائكة. قال وموافقة تأمين الإمام لتأمين الملائكة ظاهره الموافقة في الزمان، وهذا الظاهر كما يقول الشراح. قال الحكمة في ذلك أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالموافقة في محلها، إذ الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم كان منتفعا. نعم
ويقويه الحديث الآخر إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى. تتمة الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. وقد يحتمل أن تكون الموافقة راجعة إلى صفة التأمين، أي يكون تأمين المصلي كصفة تأمين الملائكة في الإخلاص أو غيره من الصفات الممدوحة، والأول أظهر. وقد تقدم لنا كلام في مثله في قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، وهل ذلك مخصوص بالصغائر؟ أين تقدم هذا؟ في أول كتاب الطهارة في حديث عمران، رأيت نبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هل هو الصغائر والكبائر أو محمول على الصغائر؟ فتقدم ذكره فأغنى عن إعادته هنا. قال ابن الملقن رحمه الله في الحديث استحباب مقارنة الإمام في التأمين وليس التعقيب. قال لأن المراد إذا أمن الإمام، المراد إذا أراد التأمين فأمنوا، قال جمعا بينه وبين حديث أبي هريرة إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. قال هذا وهو كقولهم إذا رحل الأمير فارحلوا، يعني إذا تهيأ للرحيل فتهيأوا. نعم أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وما في معناه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وهو الحديث السابع، أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. حديثان هما خاتمة الباب، حديث أبي هريرة وحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما. الحديث أو الحديثان فيهما الأمر بتخفيف الإمام للصلاة مراعاة لحال المأمومين. قال فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. من الضعيف؟ كبير السن أو الطفل أو المرأة؟ كل ذلك ضعف. أو ضعيف الخلقة والبنية والبدن؟ كل ذلك ضعيف. ويشمل أيضا المريض والسقيم فإنه ضعيف. فإذا قلت يشمل السقيم فقوله الضعيف والسقيم يكون من عطف الخاص على العام أو تعدد الصفات الموجبة للأعذار في ترك التطويل. الحديث حديثان وليست قصة واحدة، والثانية فيها قصة معاذ رضي الله عنه. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الرجل؟ قال إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. من الرجل؟ مبهم في الحديث، والشراح تتبعوا في ذكر اسمه، فأورد ابن الملقن فيه خمسة أقوال: حزم بن أبي كعب كما في سنن أبي داود بتسميته، أو حرام بن ملحان، أو حازم، أو سليم بن الحارث، أو ملك. خمسة أقوال في تسميته، ولم تحرص الرواة على تتبع اسمه، والحرص على ذلك مما لا تلتمس فيه فائدة بعينها. والأهم منها لما قال الرجل إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. الرجل هذا الذي جاء يشتكي قال من أجل فلان أو سمى؟ هو قال من أجل فلان أو سماه؟ وسماه. فمن الذي أبهمه؟ اللي أبهمه أبو مسعود الأنصاري. هذه فيه فائدة يذكرها المحدثون في كثير من الأحاديث التي فيها بعض القصور أو الخلل أو بعض ما لا يحسن ذكره مما تقع في الرواية منسوبة إلى الأشخاص، فإن كان في الرواية محمدة ومنقبة يسمى صاحبها، وإن كانت فيه منقصة أو عيب أو مذمة يبهم صاحبها.
تأدبا مع أصل عظيم في الشريعة، وهو الحفاظ لما لأخوة الإسلام وحقها على المسلمين من الاحترام والتقدير. فما لا يحسن ذكره لا يحفظ التاريخ اسمه، فما تأتي الأجيال بعد الأجيال تقول فلان كان صاحب الموقف الفلاني ذاك، بخلاف ما لو كان محمدة ومنقبة فترويها الأجيال حافظة اسمه ويعرفون صاحب الموقف أو المنقبة أو الكرامة تلك. من أجل فلان قيل إنه معاذ رضي الله عنه، وجزم به بعضهم. قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته، وأما قصة معاذ فمغايرة لحديث الباب، لأن قصة معاذ كانت في العشاء، وكان الإمام فيها معاذا، أو كانت في مسجد بني سلمة، وهذه كانت في الصبح. الرجل قال إني لتأخر عن صلاة الصبح، قال وهذه كانت في صلاة الصبح وكانت في مسجد قباء. قال ووهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ، بل المراد به أبي بن كعب، كما أخرج أبو يعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية عن جابر قال: كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة، فدخل غلام معه من الأنصار في الصلاة، فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته، قطع الصلاة ومشى. قال فغضب أبي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام، وأتى الغلام يشكو أبي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: إن منكم منفرين، فإذا صليتم فأوجزوا، فإن خلفكم الضعيف والمريض وذا الحاجة. واستفيد منه تسمية الإمام بأي موضع كان. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حديث أبي هريرة وأبي مسعود، واسمه عقبة بن عمرو ويعرف بالبدري، والأكثر على أنه لم يشهد بدرا ولكنه نزلها فنسب إليها، يدلان على التخفيف في صلاة الإمام، والحكم فيها مذكور مع علته، وهو المشقة اللاحقة للمأمومين إذا طول. طيب، واسمه عقبة بن عمرو، يعرف بالبدري، والأكثر أنه ما شهد بدرا لكنه نزل ببدر فنسب إليها، هذا قول الجمهور، خلافا لمن ذهب إلى أنه شهد بدرا كما فعل البخاري رحمه الله، قال وشهد العقبة مع السبعين وكان أصغرهم، بيعة العقبة التي حضرها سبعون من الأنصار، قال كان أصغر أنصاري حضر بيعة العقبة. فإذا قيل البدري فإما لأنه شهد بدرا كما ذهب إليه البخاري، أو لأنه نزل بها ولم يشهدها كما ذهب إليه الأكثر، والله أعلم. قال الحديثان حديث أبي هريرة وحديث أبي مسعود يدلان على التخفيف في صلاة الإمام، ثم الحكم مذكور مع العلة، أي حكم تخفيف الصلاة؟ ما العلة؟ المشقة التي تلحق المأمومين بالتطويل. نعم. قال وفيه بعد ذلك بحثان، أحدهما أنه لما ذكرت العلة وجب أن يتبعها الحكم، فحيث يشق على المأمومين التطويل ويريدون التخفيف يؤمر بالتخفيف، وحيث لا يشق أو لا يريدون التخفيف لا يكره التطويل. نصلي صلاة التراويح ونحن أهل مسجد، واتفقنا على أن نختم في كل 10 أيام في التراويح ختمة، وهذا يلزم أن نقرأ في كل ليلة 3 أجزاء، وهذا اتفاق بين أهل الحي، ومن لازم ذلك التطويل في الركعة، فيقرأ الإمام في الركعة ربع حزب أو نصف حزب، فربما كان هذا التطويل لكنها رغبتهم، ومع المشقة المتوقعة هم يريدون ذلك، فهل يدخل فيه أيها الناس أيكم أما الناس فليوجز؟ لا يدخل. فلذلك ليش قلنا لا يدخل؟ قال لأن الحكم مناط بعلته، قال فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. طيب إذا كان هؤلاء هم الراغبون في التطويل فالحكم مرتبط بعلته. وعن هذا قال الفقهاء إنه إذا علم من المأمومين أنهم يؤثرون التطويل طول، كما إذا اجتمع قوم لقيام الليل، فإن ذلك وإن شق عليهم فقد آثروه ودخلوا عليه. الثاني التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء طويلا بالنسبة إلى عادة قوم، وقد يكون خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين. الطول والقصر شيء نسبي. طيب أنا إذا صليت بصفحة في الركعة
وأنا إمام، هذا تطويل ولا تخفيف؟ عند من يقرأ في الركعة صفحتين وثلاثا سيكون هذا تخفيفا، وعند من يقرأ في الركعة الواحدة بآيتين وبسورة قصيرة بسطرين سيعد هذا تطويلا. فما الضابط؟ ما الضابط في هذا؟ هل تقول المعيار والضابط فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب هو لما غضب على أبي بن كعب أنه صلى كذا، وحتى قال وسيأتيكم إن شاء الله في باب جامع، قال لمعاذ اقرأ بالشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، هل كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بالليل إذا يغشى والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى؟ أحيانا، لكن كان يقرأ بسور طوال غيرها. فما الضابط في هذا؟ نعم، التطويل والتخفيف. التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء طويلا بالنسبة إلى عادة قوم، وقد يكون خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين. وقد قال بعض الفقهاء إنه لا يزيد الإمام على 3 تسبيحات في الركوع والسجود، والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك مع أمره بالتخفيف، فكأن ذلك لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم في الخير يقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا، هذا إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عاما في صلواته أو أكثرها، وإن كان خاصا ببعضها فيحتمل أن يكون لأن أولئك المأمومين يؤثرون التطويل، وهو متردد بين أن لا يكون تطويلا بسبب ما يقتضيه حال الصحابة، وبين أن يكون تطويلا لكنه بسبب إيثار المأمومين له، وظاهر الحديث المروي لا يقتضي الخصوص ببعض صلواته صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن، أكان يأمر صلى الله عليه وسلم بالتخفيف في الوقت الذي كان هو يطول الصلاة بالصحابة؟ طيب اجمع الروايات التي فيها قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه حتى نفهم ما الذي كان يفعله لما أمرهم بذلك. صفات صلاته تنوعت، تارة يخفف وتارة يطول. يعني مثلا مما ثبت في روايات عدة أنه صلى في العشاء بالتين والزيتون، وجاء في الرواية أنه كان في سفر، هذا تطويل ولا تقصير؟ وروي أنه قرأ بالتين في المغرب ولم يذكر فيه سفر، وروي أنه كان يقرأ بقصار المفصل ولا يعارضه حديث زيد لما أنكر على مروان قراءته بقصار المفصل لأنه استمر على ذلك فأنكر عليه الاستمرار. جاء في صلاة الصبح أنه قرأ فيها بالليل إذا يغشى، وكذلك قرأ بها في صلاة الظهر، وصلى في الصبح بالزلزل في الركعتين كما في أبي داود، وقرأ أيضا بالمعوذتين كما عند أبي داود والنسائي، ونحو ذلك من الروايات التي فيها قصار السور. أما التطويل فقرأ في المغرب بالمرسلات وبالطور وبطول الطولين سورة الأعراف، وظاهره أنه أتمها، والقاضي عياض يقول المراد ببعضها لكنه خلاف الظاهر. وكان يطول في الصبح فيقرأ في الركعتين من 60 إلى 100 آية كما مر معنا، وصلى مرة بسورة المؤمنون حتى إذا وصل ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع صلى الله عليه وسلم، قرأ في الفجر بسورة قاف وقرأ بسورة الطور. عن أبي سعيد أنهم قدروا قراءته في الظهر في الأوليين من صلاة الظهر بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، يعني 4 صفحات تقريبا، وفي الأخرين بقدر النصف من ذلك. وثبت أنه كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق، وصلى مرة الظهر بسورة لقمان والذاريات، وقرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. فالأحاديث في التطويل تارة وفي التخفيف تارة. التخفيف لا إشكال فيه لأنه مطابق لأمره، إنما الإشكال في التطويل أنه يوهم أن فعله معارض لقوله. فالإمام ابن دقيق العيد يقول يحتمل هذا أن يكون المأمومون من الصحابة يؤثرون التطويل فأطال من أجلهم فطول بهم. هذا الجواب يتم لو ثبت عندنا في كل صلاة طول فيها أنه عرف حال المأمومين، أو ثبت عندنا أنهم كانوا متفقين على رغبتهم في التطويل، والواقع يقول كان يصلي خلفه الرجال والنساء والأطفال وذو الحوائج، بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ربما دخل في الصلاة فهم أن يطول بها كما قال، فيترك التطويل مراعاة للتخفيف الذي قد يطرأ عليه صلى الله عليه وسلم، كما سمع صوت بكاء الصبي فأشفق على أمه فخفف القراءة عليه الصلاة والسلام.
فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يخفف الأصل في ذلك التخفيف وليس تطويلا لحال الصحابة، فإن هذا يحتاج إلى إثبات ذلك. والقاضي عياض قال التطويل خاص به عليه الصلاة والسلام ولا يدخل فيه غيره من الأئمة. ليش؟ قال لأنه كان مأمورا بتبليغ القرآن فلا بد أن يسمعهم قدرا أكبر في الصلوات. لكن هذا أيضا يرجع بنا إلى الأصل في الأفعال الخصوصية أو التشريع، التشريع فلا وجه لحمله على الخصوصية. وعلى كل حال، فالذي حرره الصنعاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم حال من خلفه إما بالوحي وإما بقول فإني أراكم من وراء ظهري، فربما كان يرى من خلفه من رغبتهم في الحرص على الصلاة وقدرتهم على التطويل فيطول، وربما دخل فيسمع بكاء الصبي فيتجوز فيها، وأمر غيره بالتخفيف لأنه لا يقف على حال المأمومين ولا يدرك شأنهم، فعندئذ يكون الأصل في السنة للأئمة التخفيف، لكنه ليس التخفيف المخالف للسنة إلى القدر الذي وصفه ابن القيم رحمه الله يعني بكلام شديد. قال لما فهم بعض من نكس الله قلبه أن التخفيف المأمور به ما يمكن من التخفيف، اعتقد أن الصلاة كلما خففت وأخرت كانت أفضل. قال فصار كثير منهم يمر فيها مر السهم ولا يزيد على الله أكبر في الركوع والسجود بسرعة، ويكاد سجوده يسبق ركوعه وركوعه يسبق قراءته، وربما ظن أن الاقتصار على تسبيحة واحدة أفضل من ثلاث، إلى آخر ما قال. واشتد نكيره على من تخفف بهذا التخفف المذموم. طيب لما قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ في قصة تطويله بالصلاة، لأنه قرأ قراءة طويلة، وليس هذا فقط، إن معاذ رضي الله عنه جاء يشكو الذي قطع صلاته، وقيل أبي في الحديث الآخر اتهمه بالنفاق، فإن قطع الصلاة وحدها لم تكن هي منشأ الخلاف أو التطويل، بل لما اقترن به من خلاف وصل به الشيطان إلى إحداث فرقة وفتنة، فأبى صلى الله عليه وسلم ووجه بالتخفيف. ابن القيم رحمه الله أخيرا للفائدة أطال في ذلك جدا في تعظيم الصلاة، وساق مجادلة علمية بين المائلين إلى تقرير مشروعية التطويل والتقصير، وأورد الأدلة لهؤلاء وهؤلاء، وعرف وقرر أن المراد بالتخفيف ما حده صلى الله عليه وسلم وعينه لمعاذ، وأما فعله فلا ينضبط، وبل وقع منه ما عرفت من التطويل تارة والتقصير تارة، وكل ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحديث أبي مسعود يدل على الغضب في الموعظة، وذلك يكون إما لمخالفة الموعوظ لما علمه أو التقصير في تعلمه، والله أعلم. إما أن يقصر في تعلم ما يجب عليه أن يتعلمه، إمام يجب أن يتعلم أحكام الصلاة والإمام، فإذا قصر فهو مفرط، وأولى منه بالعتب من علم فلم يفعل، أن يكون لمخالفة الموعوظ لما علمه فيتحقق فيه العتب الذي جاء في الحديث، وأيا كان فهو إرشاد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحق أن الأئمة والعامة في مسألة التطويل والتقصير بين طرفين ووسط، أما الطرف الأول فالعامة والمأمومون الراغبون عادة في تخفيف الصلوات والتخفف، وفرق بين التخفيف والتخفف. التخفيف استيفاء الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها مع خفة فيها، والتخفف ما زاد على ذلك، رغبة في يعني التخفف من قدرها الواجب إلى أقل قدر ربما أخل حتى بالصفة المشروعة في الصلاة. فالمأمومون بين هذا تارة وذاك تارة، بين تخفيف مرغوب وتخفف يحرص عليه بعضهم، ويستطيلون وقوف الإمام في الصلاة لنصف صفحة يقرأها أو أكثر، ويتعللون بالتعب وآلام الظهر والركب والقدمين، وإذا فرغت الصلاة بعد خمس دقائق وقف أحدهم عند باب المسجد قائما على قدميه نصف ساعة يتكلم، وتزول آلام الظهر والركب والأقدام كلها. هذه لا شك أنها يعني شيء ألفه الناس فاعتادوا عليه،
بين هذا المسلك في التفريط يقابله إفراط من إصرار بعض الأئمة على تطبيق السنة المأثورة في أحاديث قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ليقرأ في الفجر بين 60 إلى 100، والناس ما اعتادت على هذا، والتطويل في قراءة يكثر منهم شكوى التطويل والتذمر والمضايقة، فيحمل شكواهم وتذمرهم واستطالتهم للصلاة على يعني عدم عنايتهم أو قلة إيمانهم فلا يبالي بذلك. والوسط أن تطبيق السنة وهي سنة لن تكون على حساب مقصد شرعي أكبر، وهو التوجيه الصريح: أيكم أما الناس فليوجز. هذا توجيه صريح، فليوجز ومراعاة الحكمة، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. ويصلي خلفنا في المساجد ويصلي خلف الآئمة مريض بالسكري يحتاج إلى الحمام ولا يقوى طويلا على الوقوف في الصف، وآخر لا يقوى على البقاء في المسجد والتكييف مدة طويلة مع حرص على الجماعة ألا تفوت، وثالث ورابع وخامس وعاشر. مراعاة هؤلاء ليس مجاملة بل توجيه شرعي صريح، فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. وبعض من يحرص على التطويل رغبة في تطبيق السنة إذا تمت الجماعة وانفرد يصلي الركعتين رأيت فيه من الخفة ما لم يفعله في صلاته إماما، فأوجز في الركوع والسجود والعكس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. والمقصد أن اتباع السنة في هذا بين حرص الأئمة على تطبيق السنة ورغبة المأمومين في التخفيف هو الهدي النبوي الذي جاءت به الأحاديث وغيرها من أحاديث الباب، وقد تم بحمد الله تعالى وتوفيقه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.